العالمية ينضم إلينا من دبي رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي رائد الخضر. رائد، أهلا وسهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. إذا كما تابعنا تثبيت لمعدلات الفائدة وأيضا أبقاء على برنامج شراء الأصول، ما الذي يعنيه ذلك وهل التخوف من نمو الاقتصاد البريطاني يتلاشى؟ يعني بشكل واضح نرى المملكة المتحدة ترفع وتخفف إجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ولكن يعني حتى الآن يعني مع قرار الفيدرال قرار البنك انجلترا المركزي اليوم بتثبيت اسعار الفائده وبرنامج شراء الاصول الضخم اللي هو ب 895 مليار جنيه استرليني، يعني هو دلاله واضحه على ان انجلترا سوف تستمر اكثر ولفتره اطول بانتهاج السياسه التيسيريه والتحفيزيه، خصوصا ان مستويات التضخم لا تزال مريحه نسبيا، يعني لا تزال فوق مستويات 2% ويوجد المجال لان ترتفع بشكل اكبر. وايضا نقطه مهمه جدا اللي هي انه كوضع عام للناتج المحلي الاجمالي للمملكه المتحده لا يزال اقل ب 4% عما كان عليه قبل الازمه، وهذا يعطي دلاله ضمنيه واضحه وصريحه الى ان السياسه التيسيريه مطلوبه وبشكل اكبر، ولكن المملكه المتحده وضعها نسبيا افضل بالمقارنه مع المنطقه الاوروبيه ككل، بالتالي عندنا يعني اولويه او افضليه للجنيه الاسترليني مقابل اليورو في الفتره القادمه، اضافه الى نقطه مهمه جدا وهي عضو واحد فقط الذي كان يعني يرى امكانيه تقليص برنامج شراء السندات، ولكن مع ذلك القرار واضح وصريح ومعدلات النمو ب 5% قد تكون او التعافي نوعا ما هي حتى نهايه تعاملات هذا العام. ننتقل للأسواق الأمريكية، إذا ما تبعنا النتائج هناك النتائج يعني أفضل من التوقعات للعديد من كبريات الشركات، هل ذلك سيعتبر أيضا حافز لبقاء المستثمرين ضمن أسواق الأسهم الأمريكية والإقبال على المزيد من المخاطر؟ يعني هو الحافز الأبرز إن صح التعبير، يعني يوم أمس كانت القراءة قراءات متباينة بعض الشيء، يعني جت عندنا بيانات الاي اس ام الخاصة بالسيرفيسز أو الخدمات أفضل من التوقعات، ولكن في نفس الوقت كان لدينا يعني قراءة نوعا ما أقل من المتوقع بالنسبة للوظائف القطاع الخاص، هذا أظهر ارتباكا بعض الشيء بالنسبة لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية، رأينا الناسداك يرتفع ولكن الداو جونز ينخفض في هذا الوقت. إجمالا لا تزال الرغبة بالمخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق الأمريكية هي المحرك الرئيسي في ظل استمرارية موسم الأرباح، إعلانات الأرباح حتى الآن أكثر من 88% من الشركات تفوقت على التوقعات بأرباحها، وهذا يعطي دليل واضح على أن الاقتصاد الأمريكي متماسك وأداؤه إيجابي، ولا تزال الأسواق الأسهم تمثل فرصة حتى نهاية تعاملات هذا العام، لأنه السياسة التيسيرية يعني هي التي تحرك الأسواق بالاتجاه الصاعد والتضخم المرتفع هو الذي يترجمه أسعار الأسهم بمزيد من الارتفاع. ربما أيضا انتظار لتقرير الوظائف الأمريكية سيكون له أيضا تحديد أكثر لمسار التداولات في الأسواق، لكن دعني أختم معك بسؤال عن أسعار النفط، التقربات واضحة خلال الجلسة اليوم، ما الأسباب؟ بلا شك نحن عندنا النفط تحت الضغط حاليا، مزيد من المعروض ومعروض قياسي بالنسبة لفنزويلا، لدينا أيضا ارتفاع في مخزونات النفط الأمريكية يعني أظهرت ارتفاعا يسبب قلق عن للطلب المستقبلي، وضع النفط تحت الضغط، ولكن حتى الآن يوجد أرضية قوية لما يسمى بالطلب، الطلب عندي الطرف الثاني من المعادلة لا يزال على مسير الارتفاعات، لا تزال هناك مستويات 100 مليون برميل مستهدفة بالنسبة للطلب العالمي، ونراها خلال نهاية تعاملات هذا العام أن تصل إلى تلك المستويات من المستويات الحالية عند 96.5 مليون برميل يوميا، إذن الطرف الطلب وتحسن الطلب الذي يتضرر بارتفاع الحالات أو الذي يتضرر بمتحور دلتا في الوقت الحالي، ولكن على المدى المتوسط إلى الطويل نسبيا نرى الطلب ممكن أن يتحسن والمعروض يبقى تحت السيطرة، وهذا يتيح للـ WTI أن يعود مجددا إلى مستويات 73 إلى 74 دولار للبرميل على الأقل في نهاية تعاملات الربع الحالي. أنا أشكر تواجدك معنا وأشكر لك كل هذه التوضيحات أستاذ رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك.